اذا اي هلا اي راح تطلع عندي اللي هي اتش اي اي ضلت 20 ما اختلفت، وام اي سي اي اظن ضلت 20 مزبوط. هي ام اي سي اي هلا اذا ضربنا هذا الرقم في هذا الرقم بيطلع 20 مزبوط، ولا حد يضرب الرقمين 189 في 0.107 يعني ام اي سي اي بيساوي 20 اه مزبوط 20 بوينت. راح اهملهم، انا كنت بدي احاول اجيب رقم يعطيني اياهم هذا، فها راح نعتبرها 20، فصارت ناقص 20 على 20 اللي هي ناقص، هاي راح تطلع ناقص 1، هاي راح تطلع زائد 1. هلا عندي هون 20 على ام سي، قديش ام في سي؟ ام اللي هي 1000 وسي باليونتس اللي عندنا هون اللي بدنا نستخدمها هون هي 0.2 في 1000 راح تعطيني 200 مش هيك؟ اذا هاي راح تصير عندي 20 على 200 اللي هي 0.1. وبعدين عندي اخر شيء هون راح يكون دبليو سي، دبليو عندي 100 وسي قديش؟ 0.2، فهي راح تعطيني 20، 20 زائد 20 40، 40 على 200 مزبوط؟ 40 على 200 بتعطيني 0.2 ماينس 0.2 وهي 0.1 مزبوط؟ نتأكد منهم، ناقص 1 1 0.1 وماينس 0.2. هلا بي، بي راح تضلها 1 على ام اي سي اي، ام اي سي اظن 20 مش هيك قلنا، 1 على 20 راح تعطيني 0.05، هذه اصلا 0 وهي اصلا 0. هلا عندي دبليو دبليو 100 وام 1000، 100 على 1000 راح تعطيني 0.1. اوكي، وسي ودي بضلوا نفس الشيء لانه احنا اخترنا كانه اخترنا هون نركب 2 سنسرز، وحده اي اس تي اي وحده اي اس تي. اوكي، هلا ايش بنقدر نطلع؟